الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي جعل من هذه المدينة المقدسة أم القرى مكة المكرمة منبع النور ومهد الرسالة ومهو الأفئدة. سماحة العلامة الداعية إلى الله المفكر الأستاذ أبو الحسن الندوي. والسادة، من أصعب العمليات وأدقها هو تحليل الحضارة التي اختمرت تحليلا كيميائيا وفرز العناصر التي دخلت فيها في عهود مختلفة وفترات تاريخية معينة. لكم الآن فضيلة الأستاذ أحمد الأزرق وهو من علماء تونس، وأدعوه للمشاركة في هذه الأمسية، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه ومن عمل بعملهم وأحسن العمل واتقى ربه وأخلص له قولا وعملا. سادتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سامح الله أخي الأستاذ الكريم الذي فاجأني، ولكنها مفاجأة صارة والحمد لله. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في سبيله وأن يكتبها لنا ولكم خطوة في طريقه بإذنه وبحوله ومنه وكرمه إن شاء الله. يا إخوتي، قال أحد شيوخي، سألته يوما أن يقول لي كلمة فتفضل مشكورا فقال: هجرت الشعر من زمن بعيد وملت عن المدائح والقصيد، فماذا تبتغي مني وإني من الأسقام في جهد جهيد. وهذا ما أتمثل به الآن. ماذا بقي لي وأنا على هذه الحالة من الشيخوخة والعجز، ولكني مع هذا أحمد الله تبارك وتعالى أن منحني صفة طيبة إن شاء الله، وأنني أريد أن أتعلم دائما أبدا. فأنا لست بعالم، إنما أنا متعلم. أرجو من الله أن يوفقنا جميعا. الحديث يا إخوتي يحتاج في الحقيقة إلى سهرة، عسى الله يكرمنا بكم إن شاء الله. أنا لا أؤمن بالكلام، أريد الاحتكاك، أريد من الأفكار أن تتحاكك، أريد أن أسأل وأسأل، أريد أن أجاب وأجيب وأجيب أو أجيب، فهذا ما أراه في الحقيقة. فالعمل للإسلام يا إخوتي والدعوة إلى الله عميقة عميقة عميقة، عمق الكون وخالق الكون ومبدع الكون سبحانه وتعالى. ولكن السر يكمن في الحقيقة في أن نكون من الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم فاقترن قولهم بفعلهم. هذا هو سر الأسرار يا سادة. ثم أن يهدي الله علماءنا جميعا فنرى منهم التواضع لله، لأننا إذا ظننا
مجرد ظن، مو يقين ولا اعتقاد. إذا ظننا أننا فعلنا شيئا أو أننا قدمنا شيئا أو أنه أمكننا أن نهدي بعض الناس، فهذه هي أول خطوة في طريق الفشل والعياذ بالله. الفاعل الله. فإذا سخر لله أن أخاطب أخا لي وأنا أستطيع أن أؤثر فيه بفضل الله ومنه وعونه، فذلك من الله وله وإليه، وليس لي الفضل أبدا وإطلاقا. ثم اسمحوا لي أيضا أن أقول هنا أننا في اليوم الذي نجتمع فيه ولا نفترق، نعم أقول نجتمع ولا نفترق إلا لضرورة، فالدعوة الإسلامية في حاجة إلى هذه اللحمة القوية المتينة بين سائر أفراد الناس وخاصة العاملين منهم. إنما تأكل الذئب من الغنم القاسية. أنا يا إخوتي عندما أنفرد لوحدي أحيانا أشعر بأن الضغط وطهت وأحس بأن عقيدتي ضعفت يا إلهي، فأبحث وأركض وحاول أن أجد أخا أو أخوين لي أستطيع معهم أن نذكر الله وأن نعبده ونتقيه. فكما قلت لكم الموضوع هذا يحتاج إلى إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يكرمنا بكم ونرى ما يمكن أن يهدينا الله إليه سبحانه وتعالى جل جلاله. فمننه وكرمه ونعمه أجل وأعظم من أن تحصى، ولكن أجل النعم وأعظمها إطلاقا هي أن يوفق الله سبحانه وتعالى عبده لكي يقترن قوله بفعله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا وأن يجمعنا على حبه وحب من يحبه. والسلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لكم، جزاكم الله.